طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول صراع سياسي حول موعد الانتخابات، وفي المحور الثاني نناقش تنامي ظاهرة الرخص غير القانونية لحمل السلاح في العراق. فاصل ونعود إليكم. مع تنامي حدة الصراع بين شركاء العملية السياسية في العراق، دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي إلى ضرورة الوقوف ضد تأجيل الانتخابات في البلاد، وجدد المالكي دعوته لتشكيل حكومة أغلبية منعا لسقوط العملية السياسية في العراق بحسب قوله. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. يعقبه فشل هذا ما بات سمة واضحة لمصير استحقاق الانتخابات البرلمانية في العراق ما بعد 2003. التغيير القادم الذي وعد به حيدر العبادي في محطة انتخابات عام 2018 والمقرر عقده في أيار القادم سقط عند أول محطة، بعدما عجز البرلمان عن تمرير قانون الانتخابات. وفي هذه الحيثية مترصدون كثر، ليس في كتل تقول إنها تمثل السنة والأكراد، بل في التحالف الحاكم ذاته. نوري المالكي الطامح بكرسي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة وجد في خضم ما يجري فرصة لتمرير فكرة الأغلبية السياسية التي لطالما نادى بها بعدما اقتلع من السلطة كالضرس الدامي. ويزعم المالكي أن المخرج الوحيد من التحديات التي تعصف بالبلاد هو تشكيل حكومة أغلبية تحمي بالمحصلة العملية السياسية الحالية من السقوط وتحافظ على مكتسبات حزب الدعوة. وعليه لا يؤمن المالكي بالشراكة بل بمن يصوت له أكثر، وهو تصريح يعيد لأذهان العراقيين قضايا التزوير التي لحقت بفرز أصوات الانتخابات السابقة التي صعد بموجبها المالكي لسدة الحكم، ويبرر تحذيره من تأجيل انتخابات عام 2018 كفرصة لإعادة هيمنته على المشهد السياسي. ويتكئ المالكي على تحالف غير معلن مع ميليشيات الحشد التي تعارض هي الأخرى تأجيل الانتخابات، ورفضت في تحالفها مع العبادي شروطا كالشراكة وإقامة الدولة المدنية. أما العامل الضامن لحكومة الأغلبية هذه فيراهن المالكي وقادة الحشد على إيران وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي تكشف مصادر في التحالف الحاكم تدخله لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين داخل التحالف في انتخابات ترى فيها إيران فرصة ذهبية لوصول من تدعمهم من قادة الميليشيات للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة تفوز برئاستها. يبدو خيار تأجيل الانتخابات لستة أشهر أخرى أمرا واردا مع تدخلات إيرانية وأخرى أمريكية. يقول النائب عبد الكريم عبطان إن صوتها يؤثر على نتائج الانتخابات بشكل أقوى من صوت المواطن الذي من المفترض أنه يؤثر في صناديق الاقتراع، بينما يؤكد النائب ماجد شنقالي أن القالب الذي أوجد بعد الاحتلال الأمريكي ما زال قائما، وأن الحديث عن وجود كتل عابرة للطائفية حبر على ورق. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي المستقل من باريس، والدكتور هلال الدليمي المحلل السياسي من عمان، فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك أستاذ أمير، يعني نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ما المانع من تأجيل الانتخابات برأيك؟ مساء الخير وشكرا للضيافة. شيء طبيعي ما يحدث في العراق هو يعني نتيجة طبيعية لما يحدث لجيرانه، لأن جيران العراق وخصوصا إيران هي التي تسيطر على المؤسسات السياسية في العراق. على ما يبدو لي شخصيا بأن السيد نور المالكي وبعض الأحزاب التابعة لهذا المبدأ الطائفي يعني تخاف او غير مرتاحه مما سيحدث من تطورات في ايران والتي ستعكس بظلالها شئنا ام ابينا على المناخ السياسي في العراق. اذا طالما الاحداث هي خطره على مستقبل العمليه السياسيه وعلى مستقبل الاحزاب التي وضعت يدها على العراق، فان يعني هذه الاحزاب تخاف من انقلاب الوضع في ايران
انقلاب يعني المناخ السياسي في العراق، لان كلنا نعرف بان يعني عندما يحدث شيء في ايران سيمس العراق. فلهذا الاحزاب خصوصا السيد نور المالكي يستعجل، لانه يخاف من ان تكون هناك تغيرات، يريد ان يكون في السلطه مع اصدقائه قبل ان تكون هناك تغيرات، يريد ان يفوز باربع سنوات قادمه لا نستطيع من ازاحته بها حتى في حاله يعني وجود ايران خارج نقطه التاثير السياسي في العراق. يعني مراقبون عدوا هذا بقول المالكي بانه يجب الاجراء الانتخابات في موعدها، وان هذا مخالف للدستور، وربما انه يحمل الامر خطر كما يقول نوري المالكي على العمليه السياسيه. مراقبون عدوه بأنه تلميح لربما يصل إلى 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 صراع مسلح ما بين الكتل السياسية. هل يعقل أن يصل الأمر إلى 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 صدام مسلح بين الكتل السياسية إذا تم تأجيل الانتخابات؟ سيدي العزيز، أنا وعلى منبركم الكريم قبل حوالي مدة قلت أنه هناك احتمال لحدوث انفجار سياسي، لا أدري سياسي أو إلى أكثر من ذلك، بين حزب الدعوة نتيجة لهذا الانقسام بين جناح السيد نور المالكي وجناح السيد حيدر العبادي. وكلنا نعلم بأن جناح السيد حيدر العبادي هو جناح يعني لا يعتمد 100% على إيران، ولكن يريد يعني أن يكون في وضع يعني لا تسمع له إيران في أن يعني أن يكون لدا لها، ولكن هو مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا في نظري يعني ما تفضلت به قبل قليل عن وجود هذا يعني عن احتمال وجود صراع عسكري بين هذان الجانبان قد يترجم الأحداث القادمة التي ستؤول عليها يعني مشكلة الصراع الأمريكي الإيراني، وقد يكون جزء من هذا الصراع هو في العراق عن طريق هذه الأحزاب التي يعني ذهبت بعيدا خارج إطار السيادة العراقية. نعم دكتور هلال، اليوم البرلمان فشل في حسم موعد الانتخابات وتم إحالة الأمر إلى السلطة القضائية، هل برأيك بأن قرار السلطة القضائية سوف يكون ملزم إذا ما كان بالتأجيل أو بتحديد نفس موعد الانتخابات في الشهر الخامس القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وبعد. تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين وللأستاذ أمير المفرجي. طبعا البرلمان في هذه الحالات هو يعيش أزمة تناحر على السلطة، وهو القرار التأجيل إلى المحكمة هو هروب من المسؤولية بالتأكيد، لأنه القضاء لا يبت في هذه القضايا تشريعية، المفروض البرلمان هو الذي يبت فيها إلا إذا كان هناك خلافا قضائيا. الخلاف القضائي عادة يكون هناك مخالفة للدستور في حالات محددة تحال إلى القضاء للبت في أنه هذا الأمر هو مطابق للدستور أو مخالف للدستور. أما القضائي يحدد موعد الانتخابات، أعتقد هذه طريقة جديدة في الصراع. البرلمان عجز عن تحقيق أي شيء للمواطن العراقي خلال الفترات السابقة. الآن هناك حقيقة رأي شبه جمعي من المواطنين العراقيين بعدم الذهاب إلى الانتخابات. هناك تخوف من كما أشار أخي أمير أنه ينقلب الأمر في إيران، تخسر هذه الأحزاب مواقعها في العملية السياسية كما أشرتم في بداية التقرير من تصريح المالكي وتخوفه. هناك نوايا واضحة للسيطرة من جانب واحد على السلطة في العراق، وهو الأمر الذي دفع حتى المترامين في أحضان إيران أن يتراجعوا قليلا عن مواقفهم أو يكون لهم رأي حقيقة، لأن الأمر أصبح على المحك. البرلمان العراقي، ما يسمى البرلمان العراقي هذا ليس برلمانا عراقيا، هذا برلمان أقره المحتل ولا يزال يعمل بوصية المحتل، وسفينة المحتل لا زالت تحمل كما أشاروا هم بألسنتهم أعضاء البرلمان أن السفينة الأمريكية لا زالت هي التي تحمل هذه العملية السياسية وهي التي تحميها. ولكن إيران الآن تريد حقيقة الفرصة الذهبية لها، كما قلتم وأشرتم في تقريركم أن إيران
الآن تريد أن تضع العملية السياسية والانتخابات لصالحها 100% بأي شكل من الأشكال، وهذه الحسابات تعد على الأرض من خلال اللقاءات والاجتماعات المكوكية ما بين قاسم سليماني وقادة الكتل التي تديرها إيران، وإيران الآن هي التي تخطط للعراق وليس المواطن العراقي، ولا توجد في العراق جهة تخطط للانتخابات، لأن الأمر والنهب بيد الولي الفقيه لإيران وبيد قاسم سليماني والأحزاب المرتبطة به والميليشيات التي أصبحت الآن هي الكفة الأقوى من الحكومة وأقوى من الجيش في تحديد من سيكون في المرحلة المقبلة. نعم أستاذ أمير، يعني الخيار أو الحل الثالث كما يقول بعض النواب هو إجراء انتخابات المحافظات في نهاية هذا العام، بينما الانتخابات البرلمانية تجرى في نفس الموعد المحدد. أليس من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية، انتخابات المحافظات، ومن ثم تجرى الانتخابات البرلمانية؟ هذا ما يجري في الدول. في ربيعي هناك يعني نية في 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 العراق من قبل يعني من لهم السلطة والمال في تغيير ما يريدون وما يشاءون. يعني لا تنسى ان في العراق ليس هناك مشكلة ديمقراطية، المشكلة هو في وجود هذا المناخ الطائفي الذي وضع يديه على كل شيء باسم الديمقراطية. ليس هناك مشكلة في قانون سانتيغو وما يعرف به، ولا في مفوضية الانتخابات اذا كانت مفوضية موضوعية، ولكن المشكلة أنه هناك معادات الديمقراطية عن طريق استعمال هذه الأشياء. ما يحدث في العراق هو وجود يعني فكر أو رؤى لهذه الأحزاب وليس للعراق، يريدون يعني عمل ما يصب في صالحهم في المستقبل. الديمقراطية يعني الصحيحة في العراق هو أن يكون هناك تكون هناك أحزاب خارج نطاق الطائفية وخارج نطاق العشائر في هذه المحافظات وفي هذه المدن التي يسيطر عليها الدين السياسي، لأن الدين السياسي هو الذي يلعب في يعني في المشهد السياسي العراقي. فمن هذا المنطق هم يريدون ما يشتهون به لخدمة مصالحهم في المستقبل، لا أكثر ولا أقل. نعم دكتور هلال، يعني تشكيل حكومة أغلبية منعا لسقوط العملية السياسية كما قال نوري المالكي، كيف تقرأ هذا التصريح من قبل المالكي؟ وأولا هذا مخالف الدستور الذي كتبوه هم، لأن هناك العملية السياسية عملية مشتركة ما بين طوائف الشعب العراقي، وهو نوري المالكي لم يخجل أن يطرح هذا الموضوع. هو يريد السيطرة على العملية السياسية من قبل البيت الشيعي المرتبط بإيران تحديدا، وهذا الاسم الشيعي نضعه بين 50 قوس لأنه لا يمثل الشيعة ولا يمثل السنة، ولكن يمثل المشروع الإيراني في المنطقة. وإيران حريصة على وجود شخص كنور المالكي الذي خدمها كثيرا. هذا لا يعني أن حيدر العبادي هو أفضل منه، ولكن الحزب الدعوة فيه أشخاص ومسميات كانت أكثر ولاء لإيران وأكثر خدمة لإيران. ولا ننسى أن نور المالكي بال8 سنوات كان وجوده على رأس السلطة من قبل مدعوم من قبل إيران. فبالتالي الدعوة إلى الأغلبية السياسية هي الانفراد بالسلطة والانفراد يعني انفراد حزب الدعوة، وهذا يؤسس حقيقة إلى صراع دموي ربما أشد مما مضى، لأن هذا التوجه الذي ينذر به المالكي يدعمه الحشد الشعبي الذي أسسه المالكي بهذا الغرض. وكل مؤسسات التي يديرها المالكي بالخفاء، رغم أن هنا رئيس الجمهورية ليس لديه صلاحيات مطلقة، لكنه كان يتدخل في الصغيرة والكبيرة، وهو الأمين العام لحزب الدعوة، أي يريد أن يستلم الحكم العراقي قبل حزب الدعوة منفردا بالسلطة، ومن يتحالف معه من المنتفعين. فبالتالي يكون الاستمرار عجلة الدمار لهذا البلد على يديه، سيما أنه لا توجد لدينا سلطة قضائية تقف بالضد من
كل الممارسات اللا قانونية والجرائم الحرب التي ارتكبها حزب الدعوة وميليشيات حزب الدعوة وميليشيات بدر والميليشيات المرتبطة معها في العراق باستخدام السلاح في فرض الإرادة السياسية بالتزوير، إذا لم تأتي بالتزوير فستأتي بقوة السلاح، وهذا ما يريده المالك تحديدا. نعم أستاذ أمير، كيف يمكن تفسير زيارة قاسم سليماني إلى العاصمة بغداد للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد؟ شيء طبيعي أن إيران لم تقف لحد الآن ولم يعني تفكر لحد الآن بترك وجودها في العراق. إيران تعتبر العراق هو الساحة الرئيسية لمواجهة أمريكا للدفاع عن نفسها. العراق هو ضحية يعني اللعبة الإيرانية، وهو يعني في يد إيران للتباحث مع الولايات المتحدة على مستقبل السلاح النووي والبالستيكي. المشكلة أنه يجب أن نعلم أن وجود قاسم سليماني في العراق هو محاولة من علي خامنائي لتشديد أو شد الكتلة الشيعية في العراق، التي هي الكتلة التي تابعة لها 100%، وهذا لا يعني أنهم شيعة العراق وإنما شيعة إيران، لأن إيران تسعى إلى السيطرة على عدة كتل من قبل عن طريق بوابة ما يسمى بالحشد الشعبي وائتلاف دولة القانون، بينما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية للتقارب مع رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي وكذلك مع الأكراد. إذا من هذا المنطق يعني القاسم سليماني وجوده في العراق، وحسب ما قرأنا في الصحف عن أنه كان يعني أنا لا أستطيع أن يعني أضمن ما قالته الصحف، ولكن قالوا بأن هناك كانت يعني مقابلة مع الأحزاب التحالف الوطني ومع السيد حيدر العبادي، ولكن بعد ما رأينا بالوجود يعني تحالف بين السيد حيدر العبادي وهادي العامري وبعض الكتل التابعة للحج الشعبي، ومن ثم يعني كان هناك فشل واتحاد لهذا، تبين أن هناك رد فعل أمريكي، وأن السيد حيدر العبادي حسب ما يقال قد رفض بعض الأشياء التي جاءت له من إيران، ويعني قرر الانسحاب وجعل يعني تياره وتيار عابر للطوائف، لأنه حسب ما أعرف أنا يعني شخصيا وحسب ما تقوله يعني المصادر الغربية، يجب أن نكون يعني موضوعين في قراءة يعني تحاليل غير العراقيين. قالوا بأن الأسرة الدولية سوف تمتنع من مساعدة العراق سياسيا وماليا إذا استمر اتصال العراق والمؤسسات العراقية بإيران. إذا السيد حيدر العبادي وأنا متأكد سيكون سينجر مع الأسرة الدولية لتكوين ما شبه ما يسمى ب يعني حكومة تخلقات خارج الحدود الإيرانية. نعم دكتور هلال، في نفس السياق يعني بعض المراقبين أشاروا إلى أن زيارة قاسم سليماني للمرة الثانية خلال أسبوع إلى بغداد دليلا واضحا على عمق الأزمة بين التحالف الحاكم، كيف ترى ذلك؟ ولن هو قضية قاسم سليماني هو المسؤول الأول والأخير عن رسم وفرض السياسة لهذه الأحزاب، لأن هذه الأحزاب إيرانية إيرانية التأسيس والتمويل والفكر والقيادة والتصرف. الشيء الثاني، هناك خلاف ما بين جناح المالكي وجناح حيدر العبادي، رغم أنهم هم من حزب واحد، لكن الخلاف بدأ من رغبة المالكي في السيطرة على كل شيء ورفض الشارع العراقي بما ظن أعضاء في حزب الدعوة لوجود المالكي على رأس السلطة مجددا، وهناك دعم لحيدر العبادي من قبل بعض الدول الغربية كما أشار أخي أمير. فإذا هناك حقيقة انقسام في هذا المجال، وخوف إيران من تفكك البيت الشيعي، وتفكك البيت الشيعي هو السبب الرئيس من وجود قاسم سليماني في العراق، ونحن نعلم أن كلما كان هناك خلافا تدخل إيران وهي التي تفرض الرأي على الجميع، وحيدر العبادي في موقف لا يحسد عليه، فهو أما أن يتبع إيران الذي ينتمي إليها فكريا وعقائديا وسياسيا
واما ان يتبع الولايات المتحده الامريكيه التي اتت به الى كرسي الحكم ويحاول ان يخدع العالم بانه عابر للطائفيه، وهذا الكلام غير صحيح، لانه حيدر العبادي تربيه حزب الدعوه العميل الذي كل فكره فكر طائفي وطائفي بامتياز. لم ينخلع حيدر العبادي، لم يخلع نفسه من حزب الدعوه بعد، ولكن هو يلعب على السياسه الدوليه، يلعب على الحبلين مثل ما يقول، يريد ان يمسك العصا من النص وهذا غير ممكن. هو يريد ان يكسب عدد من الـ من الـ من النواب السنه لكي يقول انا عابر للطائفيه، ولكن الطائفيه ثوبهم وعقيدتهم، فلا يمكن ان ينخلع من عقيدته الطائفيه الا اذا اجبر ويريد بها خداع العالم. بالمناسبه حيدر العبادي اكثر ذهاء من نور المالكي، نور المالكي ربما حماقته تظهر في تصريحاته بدون حدود، اما حيدر العبادي فيستخدم التقيه بامتياز ويسلك مسالك ارضاء المجتمع الدولي في الكلام ولكن في التصرفات والفعل على الواقع هو اخطر من المالكي بكثير في هذا الجانب. أستاذ أمير، النائب كاظم الصيادي قال بأن السفارات الأجنبية في بغداد هي من تدير أمور العراق حاليا، كيف تقرأ هذا التصريح؟ شيء طبيعي، يعني الكل يعرف، حتى الطفل في الشارع يعرف بأن سياسة العراق عندما جاءوا بالاحتلال الأمريكي في 2003 يعني جعلوا من العراق ساحة للتدخل الخارجي. العراق بعد أن كان البلد المؤثر الذي نفتخر به بغض النظر عن النظام، إذا كان النظام السابق، العراق منذ 1930 كانت دولة، وكان العراق يتطور إلى مرحلة من التقدم، ولكن عندما جاءت الاحتلال عن طريق ساسة العراق الذي قانون في 2003 هو الذي جعل من العراق ساحة للتدخلات الخارجية. ولكن نضيق الوقت لي يعني تعليق صغير على ما قاله أخي هلال. نعم. يجب أن نعرف بأن موقف السيد العبادي الآن من إيران يعني ناتج من شيئين مهمين. الشيء المهم هو الطلب الأمريكي الملح من إبعاد الميليشيات الإيرانية خوفا في أن تكون لها ندا في العراق ليكون وتحاربها في العراق. يعني لأننا نعرف أن هناك صراع أمريكي إيراني، إذا إبعاد الميليشيات عن المؤسسات الحكومية وجعلها في موقف ضعيف. الشيء الثاني، لا تنسى يا أخي هلال وأخواني المستمعين أن هناك مؤتمر للدول المانحة سيعقد في الكويت، وهذا المؤتمر سوف يعني لن يكون ظل يعني ما يسمح له السيد العبادي، إذا كان السيد العبادي قد يعني قد قرر في أن يرجع مرة ثانية إلى إيران. إذن هذان يعني الشيئان يعني شيئان مهمين بالنسبة لمستقبل العراق. فالسيد حيدر العبادي يحاول أن يخرج لأنه يعني استطاع أن يأخذ نوع من القوة والشهرة بعد تحرير العراق من داعش، وبعد استطاعته من يعني إعادة نوعا ما العراق إلى يعني إلى محافل الأسرة الدولية. إذا يجب أن نعلم أنه صحيح أنه السيد العبادي يلعب ويستطيع يعني أن يعني يحافظ على دوره للمستقبل لأنه له النية في البقاء. وأنا أعتقد أنه إيران إذا لم يعني تسعفه فسوف يعني لا يطلب منها أن تبقى، وسوف يكون يعني في خالة أمريكا وفي خالة الدول العربية في المنطقة. نعم دكتور هلال، في سياق التصريحات النائب نيازي أوغلو اتهم واشنطن بأنها تنوي بالتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح أطراف سياسية وصفها بأنها موالية. يعني أليس كل الأحزاب والكتل الموجودة وعلى رأسها طبعا التحالف الوطني موالية للولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن السفارة الأمريكية في بغداد يعني دعت إلى إجراء الانتخابات في موعدها؟ وهذه الكتل المتناحرة على المكاسب وليست على خدمة الشعب العراقي، حلال علي حرام عليك، هذا مبدأهم منذ البداية. ترى يتهمون العناصر المناوية لهم أو المعارضة لهم بالعمالة للأجنبي، وهم كلهم عملاء للأجنبي، من لم يأتي بهم الشعب العراقي ولا اسما ولا مسمى ولا حزبا ولا كتلة ولا شخص. فبالتالي هذه التصريحات للاستهلاك المحلي للولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تزور الانتخابات.
الانتخابات السابقه اللي فاز بها اوغلا وغيره، من زورها؟ ليست الولايات المتحده الامريكيه وايران؟ هذا الكلام كله يعرفه الشعب العراقي، يعرف القاصي والداني، ولكن هذه التصريحات تنم عن جهل هؤلاء الناس بالعمليه السياسيه، عمليه امريكيه ايرانيه مباركه من الطرفين، ولا زال العمل جاري على تفتيت المنطقه وضمنها العراق وسوريا من قبل هذا، من قبل ايران ومن قبل امريكا، ودخل القطب الروسي ايضا على الموضوع للتفتيت. فبالتالي كل هذا الإضعاف الممنهج والضحك على الذقون باسم الديمقراطية، إن خرج الشعب العراقي أو لم يخرج، رفض أو لم يرفض هذا الأمر، الأمريكا تريد العملية السياسية أن تبقى، وبالتالي عندما تنتهي صلاحية هذه الأحزاب وتنفذ ما عليها من تدمير وتفتيت للمنطقة سوف تتخلص منها بسهولة، وهذا هو المكسب الذي يريدونه آنيا على تدمير الشعب. وبالتالي أنت تلاحظ الرفض الشعبي من الفئات المتضررة من الشعب العراقي الذي ليس لديه مصلحة مع هؤلاء السياسيين، سنتهم وشيعتهم خرجوا إلى الشوارع ورفضوا هذه العملية، ورجال العراق من الحرب. نعم، عذرا على المقاطعة، دكتور هلال الدليمي المحلل السياسي من عمان والأستاذ أمير المفرجي من باريس كان معنا، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لمناقشة المحور الثاني. أهلا بكم من جديد. رخص غير قانونية لحمل السلاح وتعيينات وهمية وتقاضي رشا وسوء استخدام للسلطة وحالات تزوير وهدر للمال العام هي ملفات يتورط بها مسؤولون في وزارة الداخلية، آخرها صرف رخص لحمل السلاح خارج الضوابط القانونية بحسب مصادر برلمانية. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. أكثر من 20,000 رخصة حمل وحيازة للسلاح لا تنطبق عليها الشروط القانونية أصدرتها وزارة الداخلية لمنتسبيها، لتذهب الكثير منها إلى تجار ومتنفذين. هذه آخر الاتهامات التي وجهت إلى المسؤولين في الوزارة على لسان النائب محمد اللكاش. النائب في كتلة الحكمة تابعة لعمار الحكيم لم يكتفي بتوجيه هذه التهمة إلى الوزارة، إذ يتحدث اللكاش عن فساد إداري جار في ملف التعيينات، بالإضافة إلى ملف الأمن المنفلت وحالات الاغتيال المتصاعدة ضد المدنيين. اتهامات رافقتها مطالبات للجنة الأمن والدفاع النيابية بالتحقيق في صرف آلاف الرخص غير القانونية لحمل السلاح. ورغم أن الاتهامات الأخيرة لم تؤكد بالأدلة أو على الأقل من قبل أحد المسؤولين في الوزارة، إلا أن ملفات الفساد المعلن عنها داخل أروقة الداخلية تصف حال هذه المؤسسة التي تمس أمن الناس وحياتهم. 300,000 منتسب لا يجدون القراءة والكتابة، مثبتين في سجلات الوزارة بحسب تصريح وزيرها قاسم الأعرجي، وآلاف المنتسبين الوهميين الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة بحسب ما أعلن عنه العبادي في وقت سابق. ولطالما أعلنت شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام للوزارة عن حالات فساد إداري ومالي أثناء تنفيذ النشاطات التفتيشية الخاصة بالوزارة، تركزت معظمها في مجالات الاستغلال الوظيفي وسوء استخدام السلطة والتزوير والإهمال والابتزاز وهدر المال العام وتقاضي الرشا. حال وزارة الداخلية في العراق الجديد تحدث عنه الوكيل الأقدم السابق للوزارة عدنان الأسدي، المتهم هو الآخر بضلوعه في قضايا فساد إبان شغله منصبه، عندما قال بالحرف إن الإدارات المتعاقبة على الوزارة حولتها إلى مؤسسة تتقاسمها الأحزاب الحاكمة.
ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا العميد الركن خليل الطائي من مركز الأمة للدراسات والتطوير من بغداد، والأستاذ نوفل هاشم الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الفنلندية هلسنكي. فمرحبا بكما معنا. أبدأ معك سيادة العقيد، ما هي الآلية القانونية التي تمنح بها الدول رخص لحمل السلاح؟ حياك الله أخي عمر وضيفك الكريم أستاذ نوفل. أخي قبل الآلية هنالك أسس في بناء الأمن في المجتمعات، هي تعتمد على القيادة والعناصر والخطط الأمنية. عندما يتحول أمراء الحرب، وهذا أنا أتكلم عن الوضع في العراق، عندما يتحول أمراء الحرب إلى رجالات دولة ويتسيد المجرم مسؤولية القرار الأمني، فبالتأكيد ستكون المخرجات كقرارات وإجراءات تفضي وتسرع للقتل والتفجير وخطف وتغطيات، وتسود الجريمة وتصبح من المفردات اليومية اللي يعيشها المواطن العراقي. لذلك أخي الكريم، عندما يتم تعيين أدوات إرهابية ميليشياوية كقاسم العرجي أو اللي سبق محمد الغبان أو صولاغ بمنصب أمني كبير كوزارة الداخلية، من المؤكد ستنعكس عقيدة ونهج هذه الأدوات على الوزارة بأكملها، وستترجم هذه العقيدة على شكل سلوك تصرفات وإجراءات. الإجراءات الدولية المعتمدة في هكذا أمور، أولاً يجب وجود مؤسسة أمنية صحيحة مهنية ذات عقيدة هدفها الرئيسي حماية الفرد والمجتمع. من هذه العقيدة يتم منح هذه الإجازات إن كان يساعد الظرف الأمني في العراق في البلد. أما في العراق أخي الكريم، اليوم الجريمة أصبحت متعددة ومتنوعة واتسمت بالتنظيم والاستمرارية. لذلك هذه الصفات في الجريمة في العراق هي أصبحت جريمة دولية، وهي تعدت مفهوم الجريمة تصبح إلى مفهوم الإرهاب. إذن اليوم أخي الكريم، هذه الإجراءات اللي هي في حقيقة لمنح هذه الهويات لحمل حيازة السلاح، التي في حقيقتها تستهدف الأمن، أمن الفرد والمجتمع في جميع مفاصله، يمكن وصفها بالإجراءات الإرهابية. وهذا ليس من عندنا، هذا بحسب تعريف القانون الجنائي الدولي بمفهوم الإرهاب، يقول هو جميع الأفعال والإجراءات التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف تستهدف عمنا أو متجاهلا لسلامة المدنيين. إذن لا هنالك إجراءات يمكن أن وصف به إجراءات يتعامل معها المجتمع الدولي في دول أخرى. نعم أستاذ نوفل، يعني كيف تقرأ آثار منح رخص غير قانونية لحمل السلاح على الشارع العراقي؟ أستاذ نوفل. نعم أستاذ نوفل، تحية طيبة لكم أخي الكريم. أهلا بك ولقناتكم الوقرة ولضيفكم الكريم ولمتابعيها. أهلا بك. الحقيقة بعد عام 2003 جميع الوزارات العراقية متهمة بالفساد المالي والإداري، طبعا ذلك في ظل غياب القانون والمحاسبة وطبيعة المحاصصة السياسية التي أوجدت هذه الوزارات. لكن وزارة الوضع الخاص بخصوصيتها المهنية كمؤسسة أمنية والعلاقة المباشرة مع المواطن، وبالعكس فهي المسؤولة عن أهم مفصل منفصل للحياة وأدوات استمرارها، أمن وحياة المواطن وحماية ممتلكات المواطن الخاصة والعامة. نعم. في كل قبل الخوض في أساس حديثنا أخي الكريم، في المفتش العام في وزارة الداخلية عدد من حالات الفساد يتراوح أعدادها بين 150 إلى 300 حالة فساد، بين فساد إداري ومالي وإهمال وتزوير واستغلال وظيفي وسوء استخدام السلطة. طبعا كل هذه الأمور بسيطة ومجرد إعلان مدفوع الثمن لا يمس بمعادلة المحاصصة الرؤوس الكبيرة محافظة المقام. أما الفساد في ما تقوم به عصابات منظمة في جميع أقسام وزارة الداخلية في بغداد، ومن ضمنها قسم الهويات وإجازات السلاح، حيث يصدر هذا القسم قرارات يعيد قرارات يعيد صياغة قرارات يعطل قوانين، كل ذلك بسبب بسيط أن وزارة الداخلية العراقية هي وزارة تحكمها الميليشيات المسلحة، وهي بذلك غير مهنية وغير مستقلة في عملها ابتداء من وزيرها على أصغر منتسب. لكل شخص من هؤلاء
الجهة المسلحة المسؤولة عن حمايتي وحماية منصبه وموقعه في داخل الوزارة. نعم. وبذلك تحول هذا بعرة وملاذ لكل رذيلة وابتزاز وأتوات وسرقات إلى آخره من أمور الفساد. نعم. لو عدنا أخي الكريم إلى القانون الخاص الذي تعمل به وزارة الداخلية العراقية حاليا وهو قانون رقم 51 لسنة 2017، نجد أن المادة التي تخص موضوعنا هذا هي المادة السادسة والتي تحتوي على 6 فقرات. الطريف بالموضوع وهذا هو حال حتى الدستور العراقي أن الاستثناءات أكثر من الفقرات الأصلية، والأهم من ذلك هو تخويل صلاحيات مطلقة لسلطة الإصدار إلى الجهة المعنية بالإصدار، إذن لا قانون ولا رادع. ومن المفارقات أن هذا القانون ينص على أن تكون وزارة الداخلية قسم الهويات الجهة المخولة حصرا على إصدار هويات السلاح في العراق، في حين نجد فقرة في الاستثناءات يجوز من خلالها لميليشيات الحشد الشعبي حيازة وحمل السلاح الناري وإعتاده بوثيقة مجانية تصدر من صاحب. نعم. بمعنى أن أي قائد ميليشيا يحق له إصدار هويات حمل السلاح لأفراد الميليشيا التي يقودها. كل ذلك والدولة العراقية المتمثلة بحكومتها ورئيس وزرائها ينادون بحصر السلاح في يد الدولة، وهو يعطي الصلاحيات الكاملة للميليشيات أن ترخص أسلحة أفرادها بنفسها دون الرجوع إلى الجهة المخولة، وفوق هذا كله مجانا. نعم. دون رسوم. وهذا بدوره سوف يؤدي إلى آثار، يعني آثار على الشارع العراقي، يعني كحالات الخطف والقتل بسلاح مرخص وتحت غطاء القانون. أخي الكريم، الحقيقة أن هذا القسم والسلوكيات وقانون الساري ينافي تماما ما تنادي به الدولة في هذه المرحلة. تعرف أن هذه المرحلة الدولة تعتبرها مرحلة انتقالية بعد الانتهاء من مرحلة الإرهاب. نعم. التي حصرتها الدولة بداعش. ففي هذه المرحلة ومع قرب الانتخابات رفعت الدولة شعار محاربة الفساد وحصر السلاح كما قلنا سابقا بيد الدولة. المشكلة أن كلام رئيس الوزراء في واد وفعل وزاراته في واد آخر، وهذا نعم هو عدم وجود إمكانية حقيقية لحكم بلد ولتكوين دولة لها سيادة على الأقل على وزرائها. نعم. أعود إليك أستاذ نوفل. سيادة العميد الركن خليل الطائي، يعني أكثر من 300 ألف منتسب في وزارة الداخلية لا يقرؤون ولا يكتبون، كيف سيكون شكل الواقع الأمني المتردي أصلا في العراق؟ كيف يستطيع هذا الشرطي والمنتسب أن يقوم بتدقيق هوية ومعرفتها إن كانت مزيفة، أو تدقيق هوية لحمل سلاح؟ كيف سوف يكون له وعي ب ب ب ب يعني عملية استباقية لمنع أي هجمات إرهابية أو وقوع أي عمليات خطف أو سرقة؟ أكثر من 300 ألف منتسب لا يقرؤون ولا يكتبون. أخي بالتأكيد هذا يعني كلامنا، لو هنالك مؤسسة أمنية مهنية ما يوجد في العراق. نعود نحن الآن إلى أصل المعضلة في العراق، هو أنه في العراق لا توجد اصلا ضوابط تحكم بها سلطه المنطقه الخضراء، لا ضوابط انسانيه ولا اخلاقيه ولا قانونيه، وبالتالي انعكست هذه فقدان للضوابط الى المؤسسات الامنيه وفي مقدمتها المؤسسه وزاره الداخليه. اليوم اخي الكريم عندما نقول هنالك عقيده امنيه، دائما يمكن تعريفها هي انعكاس فكر ونهج السلطه العليا. اليوم ما يوجد في السلطة العليا، هي عبارة عن عقيدة طائفية ميليشياوية. لم تستطيع هذه الأحزاب الطائفية الخروج من طوق الطائفية والميليشياوية عندما كانت في المعارضة، لذلك انعكست على جميع المؤسسات الدولة الموجودة في أمرتها. هذا أيضا انعكس سلبا على الأمن في العراق بصورة عامة، عندما يوجد هنالك
الالاف ممن لا يجودون القراءه والكتابه، وهنالك عناصر وهميه ما تسمى بالفضائيين، وهناك قيادات ميليشياويه تتحكم بهذه العناصر السائبه الجاهله للقانون الامني. بالتاكيد ستنتشر الجريمه وستتوسع وستكون حاله اعتياديه بالنسبه لهم. اليوم اخي الكريم عندما يتكلمون عن الضوابط في منح حيازه السلاح حسب رقم القانون، قانون الاسلحه العراقي رقم 51/2017، يقولون من ضمن فقراته ان يكون حسن السيره والسلوك. طيب من يمنح هذه الوثيقه في حسن السيره والسلوك اذا كان المسؤول عنها هو اصلا ميليشياوي؟ اليوم مدير قسم الهويات هو ضابط دمج من ميليشيا بدر، كان ميليشياوي وكان في احدى الحسينات، تم منحه رتبه عقيد ثم ترقى الى عميد واصبح مدير قسم لهذه الهويات. نعم. اذا هل هذا الميليشياوي اذا كان وزير الداخليه هو من ميليشيا بدر؟ بالتاكيد طبعا اخي الكريم. نعم. وهم حتى وصولا الى اعلى السلطه، لا ننسى ان العبادي والمالكي والجعفري جميعهم عباره عن يحملون فكر ميليشياوي، ليس بالضروره ان يكون قاتل مع المشاهد، بل هو الفكر الذي يحملونه، لذلك بالتاكيد سوف لا تكون هنالك منظومه امنيه. نعم. استاذ نوفل، يعني ازدياد حالات الخطف في بغداد وفي محافظات عراقية أخرى، كيف يمكن أن يفهم وبين انفلات أو تواجد السلاح في كل مكان، وخاصة في هذا الوقت وقت ما قبل الانتخابات، كيف يمكن قراءة ازدياد هذه الحالة، حالة الخطف؟ أخي الكريم، الدولة أو الوزارة المسؤولة عن هذا الأمر أعطت للسلاح هذه العصابات والميليشيات، اعطت القانون، يعني اصبح السلاح مصرح به قانونا، فهو سلاح قانوني. يعني هم اعطوا الصلاحيه لهؤلاء الميليشيات ان يعيثوا في الارض الفساد، فالدوله هي المسؤوله كمصطلح للدوله بالمصطلح العام. لا وجود للدوله العراقيه، لا وجود للسياده، لا وجود للحدود، لا وجود لاي شيء. نعم، يعني هذه الحالات استاذ نوفل في هذا الموضوع، يعني عذرا على المقاطعه، هذه الحالات، حالات الخطف وحالات السرقه، وثقت من قبل كاميرات مراقبه في حالات كثيره بان المجرم هو منتسب في وزاره الداخليه. المواطن عندما يتعرض الى الخطف او يتعرض الى السرقه سوف يعيش في حاله من الخوف اذا ما ذهب الى مركز الشرطه، كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ ما أخي الكريم، ما له علاج، مو هذا هي هذه المشكلة اللي طرحناها احنا في بداية حديثنا، وقلنا الوزارة الداخلية لها خصوصية لتماسها مع المواطن، تعرف المواطن بتماس مباشر، أهم مفصل من مفاصل الحياة لأمن المواطن. المواطن عندما يشعر بالأمن يستطيع أن يواصل بقية حياته، يستطيع أن ينتج، أن يفعل وباقي الامور. هذا الامر جعل هناك فوارق كبيره بين المواطن وبين وزاره الداخليه وبين امنه. هذه الوزاره لا تعمل بمهنيه، هذه الوزاره كما قلنا سابقا وكما قال سياده العميد عباره عن مجموعه من الميليشيات تحكمها، ابتداء من وزير الداخليه انتهاء باصغر عضو فعال. نعم. فيها منتسب فعال فيها، لا كلهم يرجعون الى ميليشيات، لهم ميليشيات عقائديه، محكومين بميليشيا عقائديه. نعم. لا وجود لكلمه وطن في قاموسهم المهني. نعم. فلذلك المواطن له الله في هذه المساله. نعم. سياده العميد، يعني عندما يتهم النائب اللكاش عن كتله الحكيم وزارة الداخلية في موضوع ملف التعيينات في الوزارة، يبدو أن الأمر يحمل طابع المحاصصة وليس من باب الحرص على تشكيلات وزارة الداخلية. أخي الكريم، هؤلاء جميعهم من موجود في العملية السياسية من أحزاب طائفية عربية وسنية وكردية ويزيدية وغيرها، جميعهم يوظفون الملف الأمني لخدمة مصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية، هم لا يتكلمون عنهم. ولكن بالنسبة للأمن أخي الكريم، جميع الدول والحكومات تتفاخر بخلوها أو انخفاض معدل الجريمة فيها،
إلا ما يوجد في العراق، فهم يتباهون بخلو العراق من الأمن والأمان. اليوم المجرم في العراق هو محصن قانونا ومحمي طائفيا، لذلك هو يتباهى ويفتخر بجرمه. اليوم الجريمة أخي سادت نتيجة اجتثاث القانون وتسييس القضاء، ولهذا الجريمة أصبحت اليوم في العراق لهؤلاء القتلة والمجرمين عبارة عن عقيدة ونهج ترعاه الدولة، وهو طبعا أحد وجوه الإرهاب الحديث. ولذلك يجب على العراقيين أخي الكريم جميعا بدلا من ذهابهم للانتخابات أن يذهبوا للمحاكم الدولية للمطالبة بمحاكمة هؤلاء رعاة الجريمة والإرهاب. إذا اللقاش وغيره وكل هؤلاء عندما تقترب الانتخابات يتكلمون عن المواطن والمجتمع والأمن والأمان، لكن في حقيقة الأمن جميعهم حاضنات للإرهاب ورعاة لاستهداف المواطن والمجتمع. نعم، العميد ركن خليل الطائي من مركز الأمة للدراسات والتطوير كان معنا من بغداد، والأستاذ نوفل هاشم الكاتب المحلل السياسي كان معنا من العاصمة الفنلندية هلسنكي. شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.